بداية السيد ديميتري، يعني تجرى اليوم الانتخابات الرئاسية الروسية وسط تحديات كبيرة على المستوى الدولي، وخاصة وأن العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا تدخل عامها الثالث. ما الذي ينتظره الشارع الروسي اليوم من المترشح الفائز في هذه الانتخابات؟ أعتقد يعني الآن واضح أن الانتخابات هي في وقت صعب، في وقت استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في وقت بكل تأكيد الاقتصاد الروسي يعاني بسبب يعني الضغوطات الغربية والعقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي بعد 24 من فبراير 2022. بالمجمل يعني الآن إذا ما تحدثنا عن الإحصائيات في الداخل الروسي، مركز عموم روسيا للرأي العام قال بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يحصل على مقارب 82% وفق يعني الإحصاءات التي تم جمعها قبل الانتخابات الرئاسية، 83% للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. المرشح من حزب الشيوعي الروسي خريطونوف ما يقارب 6%، المرشح من حزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ما يقارب 5%، وايضا المرشح من حزب الناس الجدد دافنكوف ما يقارب 6%. يعني في الواضح ان يعني الان اذا ما ربح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الانتخابات، ويعني وفق الاحصائيات هو الذي سوف يربح هذه الانتخابات، فروسيا سوف تدخل حقبة جديدة، حقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يعني في السابق عندما كانت هناك تعديلات دستورية عام 2020، روسيا تم تغيير كثير من القوانين في الداخل الروسي. الآن البرنامج السياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأساس هو يتحدث عن إصلاح يعني الاقتصاد الروسي، عن زيادة الرواتب، عن يعني تغيير في الجبهة ضد القوات الأوكرانية لصالح القوات الروسية، أو إتمام السيطرة على المقاطعات الأربعة التي ضمتها روسيا وفق الاستفتاء الذي حرص فيها، وتحسين الوضع المعيشي بشكل أساسي للسكان المواطنين الروس، ودعم عائلات جنود المقاتلين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. إذن يعني بكل تأكيد هذه الانتخابات هي مفصلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وللحكومة الروسية. يمكن القول أكثر أنه كان نوع من الاستفتاء يعني الحكومة الروسية عن سياساتها الخارجية والداخلية، فهذا الاستفتاء وهذه الانتخابات يعني تعني الكثير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولإدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.